أما الحاجب وإزالته فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز يعني العبث أو قص الحاجب أو إزالة شيء من الحاجب في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا كان يؤذي العين، يعني فيه إيذاء للعين، ينزل على العين يؤذيها. الحالة الثانية إذا كان مشوها، وعندما نقول مشوها للوجه أي الجميع من يشوفه يعني كشه، هذه حالات نادرة. أما مجرد أن الحاجب كبير أو صغير أو كذا، هذا لا يجوز العبث به أبدا، لا بقص ولا بإزالة ولا ب شو اسمه حف أو ما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان. صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ نساء المسلمين.